وافقت مجموعه من المستخدمين بنفس الشركه لعدد من انواع الظلم والحيف من طرف اداره الشركه، وذلك يتجلى في طرد تعسفي، انتقالات تعسفيه او انتقالات تعسفيه، وكذلك تخفيض في الاجره وتجريد من المهام. هذه المساله هذه اللي بدات تقريبا هذه سنه واللي باقي حنا كنعانيو منها. كذلك كنعانيو من واحد المساله اللي هي اساسيه في الوسط ديال الاشتغال ديالنا، وهي الاسلوب او الطريقه وال يعني الضغط النفسي عن طريق يعني الالفاظ اللي كتاثر لينا على النفسيه ديالنا خلال المده الاشتغال اللي كنشتغلوها في المطار. مساله اخرى هو انه كاين واحد يعني العدد من المحسوبيه والزبونيه يعني في تقلد المهام داخل الشركه، وذلك يتبين من خلال ان مجموعه من الاشخاص تقلدوا بعض المهام ويعني والنيفو ديالهم ما كيسمحش لهم انهم يتقلدوها. مسألة أخرى هي أنه حنايا كمستخدمين ديال هذه الشركة اشتغلنا فيها منذ تأسيسها في سنة 2013، وقفنا معها في الأزمات ديالها وحاولنا أننا نكون منضبطين ورفعنا الراية ديال المغرب مرات عديدة خلال تظاهرات وطنية عالمية، وكنا في المستوى المطلوب منا. لا يعقل أنه اليوم وبعد 9 سنوات من الاشتغال داخل هذه الشركة أنها نتعرض دول هذا التعسف وهذا الظلم وهذا الحيف من طرف الإدارة. مسألة أخرى هو أن يعني النقابة الممثلة للمستخدمين التي تتجلى في اليو ام تي لا تقف في صف المستخدمين، الشيء الذي نستنكره هو بشدة. نحن كتنسيقية المستخدمين المتضررين نطالب بتدخل سيد المدير الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية على الخط وفتح تحقيق في الأمر وربط المسؤولية بالمحاسبة بالناس اللي تبين في حقهم يعني انهم يعني الناس اللي تثبت في حقهم انهم اخلوا بالمهام ديالهم الى غير ذلك. مساله اخرى نطالب من وزير النقل تدخل كذلك على الخط في هذه المساله اللي هي مساله انسانيه بالدرجه الاولى قبل ما تكون اجتماعيه وقبل ما تكون عندها علاقه بالشغل، حيتاش حنايا باغيين نحافظوا على الكرامه ديالنا في هذا البلد وفي هذا الوطن اللي هو وطن حر وولدنا احرار في وطن حر، والكرامه ديالنا داخل يعني داخل مكان الشغل مضمونه، وبالتالي فخص يعني حتى وزير الشغل في عز ازمه ديال كورونا انه تو يدخل على الخط ويهضر مع الاداره باش يحاولوا انهم يحافظوا لنا على المناصب ديال الشغل ديالنا وبلا ما يمارسوا علينا هذا الضغط النفسي والمادي والمعنوي اللي كيضرنا بزاف. فنحن في عز ازمه كورونا وكاين يعني خصاص في مناصب الشغل وما يمكنش اننا نلقاو يعني مناصب بسرعه. المساله الاخرى والاخيره اللي كان ناشد فيها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله ان يتدخل في هذا الملف، لاننا نحن شركه وطنيه وشركه مواطنه ونحن شباب وشابات من خيره هذا الوطن الحبيب، ونتمنى من الله التوفيق.